السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة معانا طبق فشة وكرش اهوت زي ما انتم شايفين. الطبق الفشة وكرش ده انا كنت عندي فشة وكرش انا طفتهم قبل كده، بس انا ان شاء الله اعمل لكم فيديو عن تنظيفهم بطريقة سهلة جدا وازاي تخليهم زي الفل كده زي ما انتم شايفين نظيفة قوي. وبعد ما نظفتهم باخدهم غلوة في مع عصير ليمون وقش ليمون وكده، وبشيلهم بخزنهم في الفريزر. فديت كان كيس في الفريزر عندي، شوفوا نظيفة جدا جدا، شوفوا ريحتها تحفة. فدلوقتي هنعملوها مع بعض ونشوف هنعمله مع بعض طبق الفشة والكرشة ده ازاي، والطريقة التقليدية خالص بتاعت مامتي. بحب اعملها قوي كده وبحب اكلها بالطريقة دي جدا، وفي طرق تانية هعملها لكم بيها ان شاء الله، وتشوفوا الفشة والكرشة بطرق تانية ومختلفة للتجديد برضو. بس النهاردة الطريقة التقليدية معايا هحط زيت ذرة، وهحط معايا معلقه ثوم مفروم. طبعا انا مخزنه الثوم عندي وان شاء الله نبقى نقوله بنخزنه ازاي. بسم الله كده. ماشي، وهحمر الثومه بتاعتي. انا بحب اسبك لها بالثوم، تمام، انا بحب قوي اسبك لها بالثوم. الفشه والكرشه توم بالنسبه لي، ما احبش اسبك لها بصل خالص، تمام. فانا حاطه معلقه توم كبيره وهسبك، هحمرها اشوحها كده تشويحه حلوه. هحمر التومه، التومه طبعا ما بتغيبش. التومة معايا مش هتغيب، وهنزل على طول بالفشة والكرشة بتاعتي. طبعا بقى احنا بنجيبه الفشة وتنضفيها وكده وتحطيها في الفريزر بقى في اي وقت انت عايزة تاكلي فشة وكرشة تلاقيها جاهزة على طول. يعني هنزل بالقطع بتاعت الفشة والكرشة بتاعتي. هكمل هشوح الفشة والكرشة في التومة بتاعتي. ريحتها تحفة بقى، التومة مع الفشة والكرشة بجد بتدي ريحة تحفة. ان شاء الله اعمل لكم فيديو عن تنظيف الفشة والكرشة بطريقة سهلة جدا 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 ونظيفة قوي وبأقل مجهود ان شاء الله. بس دي كانت عندي بقى في الفريزر، ان شاء الله لما اشتري اعمل لكم ان شاء الله فيديو حلو خالص، يعني ان شاء الله يعجبكم. طيب انا هسيبها تتشوح هنا، في اثناء التشويح هحط لها رشه ملح مش كتير، مش هحط الملح بتاعي كله دلوقتي، ورشه فلفل اسمر واشوح بقى كويس كده الفشه والكرشه بتاعتي. واسيبهم يتشوحوا مع بعض وارجع لكم ان شاء الله لما ياخدوا تشويحه حلوه ان شاء الله. كده بتتشوح معايا، هي لها فتره بتتشوح وجميله جدا وريحتها تحفه تحفه. في ناس ياما ما بتفضلش الاكل الفشه والكرشه والكلام ده، بس والله لو جايباه من مكان نظيف ومضمون اكيد هتاكلوه انت مطمئنه ومنظفاه بطريقه حلوه ونظيفه جدا، اكيد ريحتها تحفه بجد، صدقوني اتمنى تجربوها. دلوقتي معايا كوبايه عصير طماطم فريش، حرة انت عندك الحرية تصفيه ولا لا، انا مش مصفياه. بسم الله الرحمن الرحيم، عاوزة تصفيه ده راجعلك، بس انا عادي يعني مش مصفي. حطيت عصير الطماطم بتاعي اهوت،
وهسيبها بقى تستوي بقى على مهلها، وازودها بقى ميه ميه سخنه وكده، واسيبها تاخد سواها خالص خالص. ودي كانت يعني تعتبر ابسط طريقه للفيشه وكرشه. ان شاء الله اعمل لكم الطريقه بتاعت المصمط برضو اللي بتبقى في محلات المصمط وكده. رشه بهار خفيفه خالص، احط لها رشه بهار كمان، واعمل معاكم طرق حلوه لها قوي يعني، ان شاء الله تعجبكم وغير تقليديه ان شاء الله. برضو هسيبها بقى تاخد راحتها في السوا، وكل ما تحتاج ميه ازودها لغايه ما تستوي درجه السوا اللي انا بحبها، انا بحبها مستويه قوي. وبتتقدم معانا على برز ابيض، بناكلها برز ابيض. وتابعوني لما تستوي نغرفوها ان شاء الله ونشوفوها ونتابعوها برضو هي بتستوي مع بعض، وان شاء الله تعجبكم ان شاء الله. وبصوا يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده هي بتستوي معايا، هي ريحتها مش قادره اقول لكم تحفه ازاي، جميله جدا. انا هسيبها بقى تستوي خالص خالص كده، وان شاء الله نقدمها مع بعض مع طبق رز ابيض جميل، ويا رب ان شاء الله تعجبكم. يا حبيبي كان طبق الفشه والكرشه بتاعنا جميل جدا، وبالصلصه الحمراء وتحفه ورائع جميل بجد، وسهل قوي، ريحته حلوه جدا، وبيتاكل معاه، ممكن يتاكل معاه رز ابيض بيبقى جميل خالص برده وحلو جدا. وان شاء الله اتمنى تجربوه يا رب، وان شاء الله يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. اشوفكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.